هي المكرونه بالسجق وطعمها حلو قوي بصراحه، يعني اللي ما جربهاش نصيحه مني اللي يجربها، لان طعمها مختلف تماما. احنا جايبين المكرونه الخواتم ديت اللي قدام حضرتك دي اللي هنبدا نشتغل بيها ان شاء الله. عندنا دي السجق، يعني كل نوع حاجه عاملينها بالبشاميل جايبين لها نوع مكرونه معين. هقطع عندي السجق مكعبات، والسكينه بالذات في السجق لازم تكون حاميه ويكون طالع من الثلاجه، عشان وانا بقطعه ما يتهريش زي اللي قدام حضرتك ده، يطلع كده مظبوط. ونجيب عندنا ووك كده عندي على النار، ونبدا ان احنا نسخنه عشان هنبدا ان شاء الله نشتغل اول حاجه السجق بتاعنا. طيب قطعته عندي مكعبات صغيره زي ما حضراتكم كده شايفين، ونبدا ناخده ونروح فين. من طبعا الحلل بتاعتي مش محتاجه ان انا، او الطاسات بتاعتي مش محتاجه ان انا احط لها ماده دهنيه. نبدا نحط اول حاجه الكلام ده عندي على النار ونشغل. تسلم ايدك يا سكر. طيب تعالوا بقى اول حاجه بعد ما نشوحها ناخد عندنا البصل افرمه فرم ناعم، هنعمه كويس جدا. المقادير قدام حضراتكم اهيت، يلا يا جيمي ننزلها. قلت لكم في الاكل في الطبخ البصل الابيض احلى بكتير، بحب ان انا استخدمه. انت لو مش هتعرفي تقطعي البلانش على طول تشتغلي في الكبه. قطعنا البصل وفرمناه فرم ناعم، وبعد ما شوحنا عندنا السجق اهوت من غير ما حطينا ماده دهنيه، الهنك نفسه بيبدا اللي هو ايه في ده عباره عن دهون، بيبدا حضراتكم اللي هو اهوت يتشوح كويس جدا ومن غير ما تحط اي ماده دهنيه خالص عليه. احط عندي البصل تمام، ونشوحه التشويحه المحترمه بتاعته. وبعد كده نقوم جايبين عندنا الفلفل الاخضر. الفلفل الاخضر وانت بتشيليه تشيلي البذر بتاعه زي ما قلت لك قبل كده، بتضغطي عليه من هنا كده بايديكي كده تمام، هتلاقي الموضوع سهل جدا. وبعد كده تقومي فتحاه هتلاقي البذر اهو تتشال لوحده بطريقه سهله قوي تمام. برضه نفس الكلام فرم ناعم للفلفل الاخضر والسجق عندي على النار والبصل. بسم الله ناخد الكلام ده كله ونقوم رايحين فين اهو. اهو محطوط عندي فصين اتنين بس توم، ما نكترش توم عشان بس الحاجه يعني بحافظ انا على الاكل برضو ما يبقاش تقيل معايا، فبحط حاجه بسيطه جدا من التوم ونشوحهم مع بعض الكلام ده. طيب هيبقى ناقص ايه؟ الطماطم زي ما هي، فاهمة ازاي؟ لو عايزة تبشريها بشريها، لو لقيت موضوع التقطيع بالنسبة لك زي ما احنا شغالين كده سهل، قطعيها برضو وفرميها كده على البلانشة كده يكون أفضل من البشر. تجيبي سجق مستورد مش هتحس بريحته، يعني بص وأنا شغال بده مستمتع، الريحة بتاعته ريحة بلدي جميلة، فاهمة ازاي؟ السجق نفسه طازة، يعني مش طازة اللي هو معمول النهاردة، لا ده هو أصلا المفروض بيتنشر طبعًا. ولكن انا بكلمك عنه اللي هو الحاجه نفسها وقطعه اللحمه نفسها اللي انت بتشتغلي بيها هي اللي بتفرق في الاكله. شويه من البهارات، شويه فلفل اسمر، وبلاش نزود بهارات كتير في السجق. ليه؟ لان هو السجق نفسه وهو بيتعمل بيتحط له بهارات، فاهمه ازاي؟ فبلاش نحط كميه فلفل اسمر كتير وبهارات كتير، يا دوبك بس انا بحط رشه بس عشان الخضار المستجده على السجق بس، فبلاش نزود في البهارات كتير. شويه ملح، وتمام قوي كده. طيب
نروح نخلص ايه البشاميل بتاعنا ونظبطه. هنا بقى بقوم معلقه هنا على لتر لبن نجمي، على لتر لبن ببدأ اللي انا سخن فيه كويس كده. طيب تعالوا بقى نروح واخدين عندنا على اللتر اللبن ده حوالي 4 معالق كده من كريمة الطهي، يديلي طعم له حكاية بصراحة. 4 معالق من كريمة الطهي نحطهم فين؟ على اللبن. أو ممكن حضرتك اللي أنت تعملي إيه؟ معلقتين 2 جبنة كريمي بطعم الشيدر أو بطعم أو سادة. هنا شوية إيه كزبرة كده مفرومين على الإيه؟ على السجق في الآخر. آخر حاجة خالص. الله على شوية السجق دول. خلاص كده خلصوا، نروح راكنينهم كده بجنب ونروح ايه واخدين عندنا حلة هنا عندي على النار نحط فيها 3 معالق من الزبدة، 3 معالق بالظبط. بص اهي 3 مكعبات قدام حضراتكم اهي، تمام. الزبدة بتسيح، هل ينفع ان احنا بنشتغل نعمل البشاميل بزبده وزيت؟ اه، فممكن احط معلقه زيت بس معاها، معلقه زيت نعم معايا برضو البشاميل ويبقى حلو جدا. اقوم واخد 3 معالق تانيين من الدقيق. تمام اهو، ونفضل نقلب. وبلاش استعجل بقى واحط اللبن دلوقتي، بس لازم افضل اقلب كده بالمضرب السلك عشان ما يتحرقش معايا. نفس الوقت اول ما احس ان هو بيتحمص ابدا انزل باللبن على طول والكريمه الطهي اللي احنا حطيناهم الاثنين مع بعض. هنا اللبن يا جيمي بحط فيه سنه بسيطه من جوز الطيب اهو، واحط عليه شويه صغيرين من الملح، واقلبهم ونقوم رايحين فين؟ عندي على الزبده وعلى الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل كده ونقلب. هنا البشاميل عندي يبدا بقى اللي هو يغلي، هتلاقي بيبدا اللي هو ايه يتقل معايا. طيب ناس كتير تيجي تعمل البشاميل يقول لك يا شيف بيخف مني، اعمل ايه لما يخف؟ معلقه دقيق ومعلقه زيت وتقلبهم مع بعض وتنزلي خيط رفيع جدا مع التقليب. طيب والله تقل مني، احط عندي شويه من اللبن يكون سخن وتسيبيه يقلب على النار. الفكرة بس هو اللبن احنا خليناه كامل الدسم اللي احنا عن طريق اللي احنا حطينا له اما جبنة كريمي او كريمة طهي. هيبدأ يتقل قدام حضراتكم اهو وهيبدأ يطقع مظبوط ان شاء الله. تعالوا ناخد عندنا اطباق راك الجميلة ديت ونشتغل فيها. الاطباق دي هل ينفع ان احنا نشتغل فيها بشاميل؟ اه، وعلى التقديم على طول وعلى الاكل على طول. تعالوا ناخد الطبق الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. دي من الحاجات الجديدة اللي موجودة عندهم. نشتغل في ده ونجيب مثلا ايه طبق صغير زي ده اهو. نجيب طبق كبير وطبق صغير. وعلى التقديم يا باشا، هو ده الفكرة اللي احنا بنقدمها من راك. اللي الحاجة الطبق تاخديه تحط فيه الحاجة وتسويها وتقدميها زي ما هي. نروح هنا على البشاميل بتاعنا اهو، يبدا يقلب معايا. سيبه براحته خالص، ممكن اعلي النار عليه. وبص السجق هنا ايه هجيمي، خلاص هو كده استوى معايا تماما ما شاء الله. الشكل بتاعه عامل ازاي؟ خلاص كده نقوم ايه راكنينه هنا عشان هنبدا ان شاء الله نركب عندنا البشاميل وعندنا المكرونه بتاعتنا. ناخد الطبق ونقوم واخدين عندنا شويه بشاميل اوزعهم كده في الطبق، فاهم ازاي؟ كده ماشي. اطباق راك الجميله اللي احنا بنتكلم فيها ونقول لك استخدميها هتعجبك جدا جدا، وكمان بتخش الفرن انت فاهم ازاي؟ فمش مش هت ايه مش هتحط البايركس وبعد كده البايركس تقوم تقلاه في طبق، لا هو الطبق يتحط على طول يتاكل منه. طيب عندنا شويه صغيرين، بعمل ايه بقى؟ بعمل حاجه كويسه جدا ان انا باخد شويه بشاميل من دول نقوم حاطينهم على المكرونه
وقلب كده خلاص كده تمام. ونقوم واخدين عشان واحنا ايه واحنا بناكلها تبقى مسمغه معايا، اجي اكل الخرطه كده تلاقيها ايه شاده معاكي. يعني حط شويه بشاميل الاول على المكرونه، فبص بتبقى عامله ازاي، هتلاقيها ما بتفرطش كمان، بص ماسكه نفسها. اخد شويه نحطهم هنا في الطبق ونكبس العالميه المكرونه بالسجق. لا يا شباب ان شاء الله تجربوها. نقوم حاطين هنا شويه صغيرين، يصحى بقى للسجق. على الطبق الصغير برضو شرحه. اوزع. ما شاء الله هو ايه الكمية على قد الطبقين بالظبط. اهو. نقوم ايه موزعين ونكبسين كده يا جيمي كبسة محترمة. وتعالوا بقى نقوم واخدين عندنا البشاميل لاخر حاجه نغرق بيه الكلام ده، عشان كده الصوص بتاع البشاميل ما يبقاش تقيل. يعني بص بص ده القوام اعتقد يعني اللي هو المناسب جدا والمثالي جدا للبشاميل، اللي هو القوام اللي هتشوفه دلوقتي. بص ازاي عامل ازاي. يلا شايفه، حط على التاني برضه اهوت. ماشي يا استاذ خلاص يلا. بص بقى هو فكره انت بتسيبيها شويه قبل ما تدخلهاش الفرن على طول، يعني الفكره سيبيها دقيقتين اتنين بالظبط، هي دقيقتين اتنين. الفكره في ايه؟ البشاميل ينزل تحت، فما تستعجليش على طول وتقومي مدخله الفرن. اصبري كده، نضفي حروفك وظبطي حاجتك وما تحطيش الجبن دلوقتي. الجبنه لو حطيتها دلوقتي على البشاميل اللي هو سخن هتجلد، تيجي تاكليها كده تحس ان هي بتجلد منك، صح؟ بتحصل معانا كتير. لكن هي الفكره سيبي البشاميل بتاعك يهدى شويه وينزل تحت المكرونه، وبعد كده تحطي عندنا الجبن في قلت لك عشان الجبنه ما تجلدش منك بتسيبيها تهدى شويه. وبعد كده نقوم واخدين عندنا الميكس جبن ديت، نقوم حاطينها كده عليها من فوق. بسم الله. حلو قوي. تعال نقعد فين عندي على الفرن، نكون ظابطين درجه حراره الفرن على درجه حراره 190 لحد ما تستوي معايا. طبعا الجبنه بتسيح بس كل حاجه احنا مسويينها يعني. تعالوا هنا ناخدها هنا اهي. بص طبعا ما شاء الله عامله ازاي، مكرونه بالسجق. الله. دي بين دي بالسجق يا سعاده الباشا اهي.